الرئيس عبد المجيد تبون أن يقف مع الشعب الفلسطيني وليذهب إلى غزة ويقف كما وقف هؤلاء الأعداء في أمريكا كما وقفوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وذهبوا إليه وقفوا معه. أتمنى أن يأتي زعيم واحد عربي ليقف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة ويقول أنا هنا مسلم ضد اليهود ضد اليهود ضد اليهود. فلسطين شهداء فلسطين شهداء التي تقف صفا واحدا كل الشعب الجزائري العظيم اليوم كل الشعب الجزائري العظيم اليوم يقف ليدين ويستنكر ويرفض قتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين. أنا أنقل لكم تحيات ومحبة وقبولات الشعب الفلسطيني إلى الشعب الجزائري العظيم.